بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أستاذة سمية عسال، أستاذة بمدرسة عين حرودة جوج. اليوم جينا في هذا الموسم الدخول الجديد، جينا بمناسبة تهيئ كوب 22 للتغييرات المناخية والبيئة، نشجعوا التلاميذ على تنظيف المؤسسة والدخول المدرسي يكون في حلة جديدة، أي قسم نظيف، تلم نظيف، مؤسسة نظيفة. وهذه الحملة التحسيسية قامت بها بمجهود ديالها السيد رئيس جمعية نظيف ناس أبو صابون، بحضور مجموعة من الأمهات اللي كينتموا لهذه الجمعية ومن المجتمع المدني، بتنظيف هذا الفضاء ديال المؤسسة. ووجهنا للتلاميذ بعض الدروس، يجب الحفاظ على النباتات وممنوع رمي الأزبال في المؤسسة. وكما كنشوفوا التلاميذ أنهم عودناهم يجمعوا هذه الأزبال في القمامة، وبغينا يعني الهدف ديالنا هو الحفاظ على النظافة، وبغينا نحثوا التلاميذ على النظافة ويكون دخول مدرسي بحلة جديدة بثوب جديد، ألا هي النظافة والحفاظ على البيئة. وشكرا لجهوية بريس. سميتي أيوب وجيت كنقف في المدرسة ديالي، مدرسة مؤسسة عين حرودة جوج، وكنشكر هذه الجمعية اللي عاونتنا باش نقاو مدرستنا، هي كنشكرها بزاف. واليوم جينا باش نقاو مدرسة وكنساهموا فهاد النظافة. وشكرا. يزيد أبو صابون رئيس جمعية نهضة ناتا للتنمية والتضامن بعين حرودة، اليوم كنقوموا بواحد العملية، هي عملية تهيئة ونظافة حديقة مدرسة عين حرودة جوج. هذه العملية كتدخل في إطار أولا مناسبة الدخول المدرسي الجديد 2016-2017، كذلك بمناصفة مع تنظيم المغرب للمؤتمر الدولي كوفان 2. الهدف كذلك هو توعية التلاميذ ديال هذا المدارس، خاصة مدرسة عين حرودة جوج، باش يحافظوا على رونق ونظافة هذه الحديقة. وكذلك بغينا نساهموا حنا مع داك الاطر ديال التدريس باش يدخل بواحد الحله جديده، باش يكون عندهم داك يعني باش تكون عندهم داك الراحه ديال التمدرس والراحه ديالهم، يعني لان الجماليه ديال المدرسه هي اللي كتعطينا داك يعني داك الدراسه الجيده والحصيله ديال التلاميذ في نهايه السنه تكون جيده ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله في وسط السنه الدراسيه ان شاء الله نعيدوا اعاده الهيكله ديال هذه الحديقه ان شاء الله. أنا سميتي وهيبة جدي، كنقرا في مدرسة عين حرودة جوج. أنا اليوم جيت باش نساهم في هذه المدرسة، في هذه المدرسة في النظافة، باش نحافظوا على البيئة ديالنا وما يبقى حتى التلوث، باش نحافظوا على الجو ديالنا والطبيعة ديالنا. كنشكر هذه الجمعية بزاف لأنها عاوناتنا باش نحافظوا على النظافة ديالنا. ساهمت يا فتي، زيد جيت تتهز. لا الآخر فينا هو واحد.